السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخوان الاخوات، هذه المرة غادي نديروا واحد الرحلة ما بين واد لو وشفشاون، مدينة شفشاون ومدينة واد لو. المسافة تقريبا في حدود تقريبا ديك 50-53 كيلومتر. الطريق شوية غادية في منطقة جبلية، وإلا لاحظتوا أنها غادية تقريبا مع واد لو. واد لو هو هذا اللي بالأزرق، إذا هنا غادي تلاحظوا أنها غادية تقريبا متوازي مع الواد. وغادي ندير واحد الوقفة هنايا، هنايا واحد المكان يعني فيه واحد الطبيعة هائلة وفيها كاسكاد ولا شلال. هاد الشلال هذا كيلوح نيت في واد لو. الطريق كما كتلاحظوا فيها شوية منعرجات وجبلية كذلك كما قلنا. إذا الطريق هي طريق الإقليمية بروفنسيال بي 4105 4105، كتمشي حتى كتلاقى مع الطريق الوطنية. الطريق الوطنية هي هذه اللي جاية من تطوان وغادية في اتجاه الحسيمة. إذن الطريق هي هذه كما كتشوفون. وهنا عاود تاني كاين واحد المنطقة حتى عاود جبلية هنايا في الدخلة ديال شفشاون. على اي نحن غادي نحاولوا نقصروا منها شي شويه، طلع لان كاين بعض الاخوان اللي كيقول لك المهم حاولوا باش ما نطولوش بزاف الفيديو. لهذا غادي نعطيكم يعني الاماكن اللي هي مهمه في هذا الطريق هذه. واحد الوقفه كما قلت لكم غادي نوقفوا هنايا في هذا الشلال، وغادي ندير واحد التصوير ديالو باش تاخذ واحد الفكره، يعني واحد المناظر يعني جد خلابه. يعني نخليكم مع الفيديو، والفيديو المقبل ان شاء الله غادي نديرو واحد الجوله مدينه شفشاون. غادي نديرو واحد الجوله بالسياره ثم جوله على الاقدام. اذا فرجه ممتعه، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.
We'll be right back.
دار خلابة. هادي ديال يستقر ضربة كاينة هاد الطواقيلة من هي من جهة الريزو تربط. الله يلطف بنا وارفع القلع عنا. ربي انصر مالكنا ونفدوا اللي امرنا. ربي انصر مالكنا ونفدوا اللي امرنا. نتعبوا النسبوا بيوتنا باش نحمي انفسنا من جائحة كورونا. نتحدوا نزهو بيوتنا باش نحمي انفسنا من جائحة كورونا. Oh.
باش نعيش وأحرار سوى جو كبار